السنة الجديد اليوم عنا اف سي 24 او فيفا 24. اليوم عنا مهنة لاعب، بنعمل كارير باللاعب، نختار شخصيتنا ونلعب، نختار فريق ونلعب فيه. على فكرة انا عامل مهنة لاعب بس ماني مصورة، وصلان فيها 500 هدف، 400 مباراة. لو مصورة كانت اجمل يعني اجمل تقريبا مهنة لاعب هتطلع. اول شيء رح نختار شخصيتنا، نختار هذا، نظبط شوية الشخصية، الاسم. شوفوا انا بهديك المين اللي كنت عمال فيها مختار دولي بس ما لعبت فيها، رح اختار المرة ما رح يعني رح اختار دول من اوروبا او من امريكا. مثل هاي اخترت اسمي عبد السلام، اسمي العائلة اسمي اسم عبدول، عبدول رقم 30، كندا. اخترت اصغر عمر 2004. لا فينا نصغر اكتر. وهاي هجوم، فينا نغير الهجوم من جوا اذا بدنا. هنظبط شوي الوش، ضربة الجزاء اوكي هي منيحة. الركض، لا هي لا هي لا. خلصنا. انا اول شي راح اختار فريق ما راح يكون كتير قوي، راح اختار من هولندا، اياكس امستردام. راح اختار اياكس. شوفوا انا راح احطها اول شي هيك، اذا بتكون قوية اكتر ما بعرف. اول شي هيك بروفيشنال 4 دقايق، اذا هيك منيح يعني. هني ثماني انا حاطها على 4، يعني انا صراحه مو كتير لعيب. وهيك اذا بدنا قوية اكتبوا لي بالتعليقات. بداية بالدوري الهولندي للاعب، هاي تدريباتنا بأياكس. وين انا وين انا؟ هذا انا. هذا انا الشخصية النارية، خليفة رونالدو وميسي بالتاريخ. واثق تكلم معي على طرف. شوفوا انا هاي اياكس، هاي لازم اعمل متطلبات اياكس، فيني ازود الراتب، لازم اعمل حتى اجدد الموسم القادم. هذا الفريق بدي احلى مرو عليه، انا الفريق بدي احلى مرو عليه هو بلعب. وانا بالممصورة الكاري الممصورة راح اختار ايطاليا. ايطاليا راح اختار صراحة ميلان. ميلان 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 حتى راح اكبر لعب مع ميلان. هاي هون الفريق انا فيه، عندي المهمات لازم اعملها. هون الفريق اللي انا بدي احلم اروح عليه او بدي اروح عليه. وهون العروض اللي بتجينا، بس تجينا عروض من برشلونة، بس تجينا عروض من ريال مدريد، بس تجينا عروض من ميلان. هاي جدول ما في شيء، انا احتياطي حتى اصير الاخضر حتى اصير اساسي. المباراة الاولى عندنا مباراة ودية ضدك الدور الانجليزي، هذا طياطي. المباراة الاولى هاي اصلا مباراة ودية ما بتنحسب بالدوري. وهيك على المباراة الاولى لي تاريخيا ان كريستال بالاس 30 على اسطورة. بس لازم نطلع ب6.5، عامل نحط جول او اسيست ونطلع بتقييم 6.5. يا خطير يا سلام، بطيء اللاعب، بطيء بالدرجة مو طبيعي. اسيست اسيست اسيست
طاقات اللاعب هلا كتير ضعيفة. هذا أول موسم من قوية بطريقة حلو. نايس تراي. الكرة يا سلام يا سلام يا سلام، تسديدة صعبة للغاية. كانت عيني. سهلة حلو الباص حلو الباص. تسديدي والله كانت خطيرة. كان الهدف الأول إلي بمسيرتي. اطلبوا هناك حطوا السلام. وين الراجل؟ شو إذا حطوا لي ضعيف أنا هدية بس فينا نقويها. حطوا تعالي باص تعالي باص تعالي باص. وهنا والله أنا بعطيته هوني. اللاعب طاقته جدا جدا سهل. حلو حلو. افتح لي باص. اول مباراة ما قدرنا نسجل الهدف، اصلا هي مباراة ودية مو مهمين، بس اثبتنا حالنا المدرب زائد 6 نقاط. هدول فينا نقوي فيهم الطاقات تبعتنا، والمدرب اعطانا زيادة 15%. هاي الـ6 نقاط قوة 66 قوتنا. هاي أول شيء أهم شيء السرعة، عنا 6 نقاط أو شوي السرعة حاليا، بس أهم شيء عنا السرعة. بس ما فينا هني 67 زدنا شوي السرعة. وهلا المباراة التانية بتكون المباراة حلب. أنا صراحة بسرعة ألعبهم مثل أنا مطرود لاعب خسرانين. Very quick thinking there. أنا بحاول حضر المباراة للدوري. المباراة الأولى بالدوري فايزين 1-0 والدقيقة 56، والمباراة الأولى عندنا بالدوري، المباراة الأولى راح شارك فيها إلي رسمي. ينقال لي شيء لازم نعمل أسيست أو نعمل هدف. حلو الكرة. روح فتحت لي الكرة. خطيرة خطيرة هاي خطيرة هاي خطيرة. طلب باص. افتح باص. لازم ما كنت اطلبها، لازم كان يشوطها كان صار عنا اسيست. حلو يا سلام يا سلام. حلو يا الله التسديدي. حتى الآن
خطيرة 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 خطيرة. حلو 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 حلو. دز بصل. ضربة جزاء. والله لعب تسديدة كانت سيئة بس المدرب سبب. جول، روحنا 3 فرص كانت والله خطيرة نار. هات الكرة هات الكرة هات الكرة. سحبي من الأول من الثاني وخطيرة. ويا سلام لكن ضاعت. فكرة هون لازم يلعبون. خطيرة. عم بيقرب الهدف، الهدف كل ماله عم بيقرب، الهدف كل ماله عم بيقرب. روح 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 افتح باص هون. روح هذا باص هذا باص. روح روح روح. طلبت منه والله ما طلبت منه باص. وين هذا الباص؟ شكل المباراة الأولى ما في ولا جول. المباراة قلنا رسميا ولا هدف، لكن تقييمنا حلو، لعبنا أداء حلو. ثانية راح ألعب احتياطي بالدقيقة 56 راح أدخل. الفرصة الأولى أنا استلمت ركنيات. الفرصة الأولى وطير جول. أول أسيست إلي جريت. الاستلام الباص خطيرة. هجمة مرتدة. باص باص اعطيني باص. روح روح افتح باص. جاي افتح باص وخطيرة. جول. الهدف الأول لي. الهدف الأول هدف وأسيست بهاي المباراة. باص هاي باص. دخل هدف دخل هدف. علي يكون عندي أسيستين. العارضة العارضة. مباراة هدف اسيست يعني مباراة ابداع. هاي الفيديو الاول خلص. اذا بدكم الفيديو الثاني